إذن في انتظار وصول صوت خليل البلوشي للتعليق على مباراة الديربي، مباراة النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، انطلقت المباراة تقريبا منذ دقيقتين. كرة للترجي الرياضي التونسي، خليل شمام. واضح أن الترجي الرياضي التونسي انطلق كما يجب في هذه المباراة. كرة سريعة في اتجاه فخر الدين بن يوسف. الترجي الرياضي التونسي ممكن يحاول أن يستغل الهشاشة النفسية للنادي الإفريقي في بداية هذه المباراة. كرة فرجاني ساسي، يتواقع الفرجاني ساسي، إمكانية التوزيع وتدخل أبوكو بامتياز في الركنية. الترجي الرياضي التونسي يضغط في بداية هذه المباراة، 3 دقائق 30 ثانية تقريبا. الترجي الرياضي التونسي يضغط في بداية هذه المباراة في محاولة لافتتاح النتيجة. إذا يأتي صوت الزميل خليل البلوشي مباشرة مع خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. في مواصلة لهذه الأحداث ولهذه القمة العربية الكبيرة المنتظرة عبر قنوات الكاس، الترجي والأفريقي في هذا اللقاء الكبير، الديربي الكبير لتونس. كرة يبدأ من خلالها الترجي المباراة بشكل مميز جدا، وتتحول بعد ذلك في الجانب المقابل لمصلحة الأفريقي في الحديث الكبير عن المباراة الكبيرة، عن هذا الديربي الكبير في موسم يرى فيه الكثير من المشجعين الأفريقي بأن الوضعية ليست كما ينبغي بالنسبة للفريق. لكن في الجانب المقابل أيضا هنالك الترجي الذي يقدم أداء مميزا جدا في هذا الموسم، ويعلم تماما بأن مسألة مواصلة الانتصارات يجب أن تأتي من هذا الباب، والباب الكبير هو الفوز على الترجي في منافسات، أو فوز على الأفريقي في منافسات بطولة الدوري. ترجي يمشي بخطى ثابتة في هذا الموسم، بعد 9 مباريات حقق 8 حالات انتصار، تعادل وحيد، 25 نقطة، صدارة بطولة الدوري، أفضل خط هجوم دفاعيا. التميز يأتي بالنسبة للفريق فوزي يقدم أداء مميزا جدا من خلال هذا الموسم بالنسبة لنادي الترجي. بينما الجانب المقابل الفريق يترنح، الأفريقي عشاقه محبيه يأملوا على مداواة الجراح من البوابة الكبيرة، وبالتحديد من مباراة الترجي ومن بوابة الديربي الكبير هنا في هذا اللقاء. والوضعية التي تأتي من خلال مباراة اليوم نعلم تماما بأن فيها أفضلية لمصلحة أصحاب الدار، والحديث عن الترجي في مباراة اليوم على حساب فريق النادي الأفريقي، الفريق الضيف في هذا اللقاء، والتي تغيب جماهير عن المدرجات بعد أن قررت إدارة النادي مقاطعة الديربي جماهيريا بحكم عدد المقاعد الممنوح بالنسبة لإدارة فريق نادي الأفريقي في هذا الملعب، في الملعب الأولمبي برادس. والوضعية كما نعلم تماما بأن هنالك 1200 تذكرة فقط لا غير منحت بالنسبة للاعبي نادي أو لجماهير فريق نادي الملعب الأفريقي، ومن خلالها الأفريقي رفض هذا الرقم، طلب الزيادة، لم تأتي الموافقة، وقرر المعاملة بالمثل في مباراة الإياب التي ستقام مع بين الفريقين بحول الله في القسم الثاني. كرة بمحاولة ملعوبة، المحاولة تأتي بعد ذلك بتغطية إبعاد للكرة، والمحاولة الماضية تعود في منتصف في ملعب المباراة، تلعب مباراة في وسط غيابات كبيرة بالنسبة للفريقين. صابر خليفة يتحدث ويقول عن مباراة اليوم بأن الوضعية يجب أن يكون فيها الانتصار، يقول مباراة الديربي لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا ولجماهيرنا، والفوز اليوم على الترجي سيكون انطلاقتنا الحقيقية في هذا الموسم. هكذا يقول صابر خليفة في هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، ويبحث أيضا من خلال هذا اللقاء مع بقية الزملاء على تحقيق الانتصار في هذه المواجهات الكبيرة المنتظرة من خلال أحداث هذا اللقاء الكبير، ومن خلال مباراة اليوم في واحد من الدربيات العربية الكبيرة، وواحد من المباريات المنتظرة أيضا على مستوى كرة القدم التونسية هنا في مواجهات اليوم عبر قنوات الكأس. والحديث عن هذا الديربي رقم 153 تاريخيا ما بين الترجي وما بين الأفريقي، الاسم كبير جدا، وبالتالي ننتظر بأن يكون اللقاء كبير يليق بسمعة الفريقين، مكانة الفريقين أفريقيا ومكانة الفريقين أيضا على مستوى كرة القدم التونسية. لما لا، لما لا، واحنا نتحدث عن الأفريقي لما لا
الفريق الذي تأسس في عام 1920 وحقق مجموعة كبيرة من الإنجازات والألقاب والأرقام القياسية على مستوى كرة القدم التونسية وعلى مستوى أيضا كرة القدم الأفريقية. لما لا وإحنا في الجانب المقابل أيضا نتحدث عن لاعب فريق آخر، نتحدث عن الترجي الاسم الكبير والفريق الذي فاز بآخر ألقاب كرة تونس على مستوى كرة القدم الأفريقية عندما توج بلقب دوري الأبطال في عام 2011 وعلى ووصل مع المدرب نبيل معلول إلى لقبه القاري الثاني بعد أن كان بطلا في عام 1994. كرة في منتصف في ملعب المباراة بحكايات الديربي بذكرياته الجميلة بتاريخه الكبير وبأمنيات بأن نشاهد لقاء يليق بسمعة الفريقين. وهذا اللقاء الكبير تنطلق الأمور في 7 دقائق لا زالت فيها نتيجة التعادل السلبي في هذا اللقاء، لكن الأفضلية تأتي لمصلحة أصحاب الدار في ملعب الأولمبي برادس لمصلحة الترجي في مباراة اليوم. البحث من خلالها يأتي عن أول أهداف اللقاء وأول أهداف المواجهة خلال اللحظات القليلة القادمة هنا في مباراة اليوم. كرة فيها محاولة ملعوبة إلى خارج أرضية ملعب الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى رمي التماس. تحدثت عن أن هنالك بعض الغيابات الحاضرة على مستوى التشكيل بالنسبة للفريقين سواء لأمور تأديبية أو حتى في الجانب المقابل بسبب الإصابة، والحديث عن أن الغياب متمثل في الترجي لطه ياسين الخنيسي وهيثم الجويني وأنيس البدري وماهر بن صغير. هذه الأسماء الأربعة التي تغيب عن تشكيلة الترجي في مباراة اليوم والتي يعتمد عليها المدرب فوزي البنزرتي في الكثير من الأحيان وفي الكثير من الأسماء. بينما في الجانب المقابل اليوم كمال القلصي يغيب عنه بلال العيفة، عصام دفيلي واللاعب إبراهيم شنيحي. هذه هي الأسماء التي تغيب عن التشكيلة الأساسية، لكن يبقى الرجل الأهم والحديث عن القائد صابر خليفة، الرجل الذي يتواجد بشكل دائم والرجل الذي دائما ما يضع بصمته أيضا في تشكيلة فريق الأفريقي وفي مواجهاته في الديربي أمام فريق الترجي ويسجل الحضور بشكل مميز جدا خلال السنوات الماضية، واحد من أهم العناصر الموجودين في التشكيلة الأساسية. كرة فيها محاولة في الجهات اليوم لا نمسة في اللقطة الماضية والكرة الماضية من خليل شمام، القرار يأتي بعد ذلك بوجود خطأ. بينما هنا نشاهد فخر الدين بن يوسف الاسم الحاضر في المقدمة والذي يعتمد عليه كثيرا جمهور الترجي في هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم، والرجل الذي تحدث قبل بداية المواجهة وتحدث وقال أيضا بأن مباراة الديربي أمام الأفريقي لها رونق خاص، لها رونق خاص، والديربي يحتفظ بأسراره، الديربي يحتفظ بأسراره ولا يعترف بالأفضلية. في إشارة تأتي من خلال الحديث الكبير الحاضر في تونس بأن الأفضلية هي لمصلحة الترجي بحكم جدول الترتيب وبحكم مكانة الفريق في الجدول وبحكم الأفضلية التي يسجلها إلى الآن من خلال الجولات التسع الماضية. والوضعية كما ذكرت يقول فيها فخر الدين بن يوسف بأن الديربي يحتفظ بكامل الأسرار ويحتفظ برونقه الخاص ولا يعترف بأفضلية لفريق على حساب الآخر. هكذا كان الكلام. نعم نعم الديربي ما يعرف لأفضلية فريق على حساب الآخر، الديربي الأمور تأتي من خلاله على أنه ديربي. أحيانا بل في الكثير من الأحيان الفريق الأقل فنيا هو اللي يكسب الديربي، هو اللي يحقق مفاجأة، هو اللي يصل بأن يكون حاضراً أيضاً بنتيجة المباراة. لذلك الوضعية ننتظر من خلالها أداء من فريق الأفريقي في مباراة اليوم وأداء في الجانب المقابل أيضاً من الترجي في هذا اللقاء، والأفريقي بهذه الأسماء يبحث عن الوصول، وبالأسماء الأخرى هنالك أيضاً فريق الترجي يبحث عن الوصول. الكرة عند حارس المرمى عاطف دخيلي، رجل صاحب 27 سنة لعب الترجي وقبل ذلك الرجل او لاعب الافريقي عفوا حارس المرمى منذ عام 2011، ولا حارس الذي كان مع اولمبيك بجاية في مناسبات عديدة وبالتحديد في عام 2010، لكن هو واحد من ابناء الترجي، واحد من الاسماء التي يعول عليها كثيرا في مباراة اليوم المدرب كمال القلصي. كرة فيها محاولة ملعوبة للترجي، ابعاد الكرة والمحاولة الماضية لا زالت مستمرة، التغطية تأتي من فرانكو وبعد ذلك العرضية فيها ابعاد
الإنزعاج والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى. أدخيلي ينتظر يستقبل عاطف الكرة والمحاولة القادمة، يبحث فخر الدين عن التسجيل، عاطف الأدخيلي يبحث عن التصدي، كرة ملعوبة في منطقة الجزاء والكرة بعد ذلك يتدخل من خلالها المتراجع في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية والحديث في الكرة الماضية عن من أبعد الكرة وخلصها. عادت الأفريقي من جديد أو هي للترجي، أبناء باب السويقة في مواجهة أبناء باب جديد، هل من جديد؟ هل يفتح الأفريقي طريق جديد، مسار جديد للبطولة يصل من خلاله إلى تحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام الترجي مع حارس مرمى علي جمل ومع بقية الأسماء ممكن أن يصل إلى نقاط المباراة الثلاث. كرة فيها محاولة عادت للأفريقي الآن في منتصف في ملعب المباراة، أمامية تأتي الكرة واللقطة الماضية محاولة الوصول إلى صابر خليفة، لكن أيضا تغطية سهلة عند الحارس علي جمال. يعني اليوم لا وجود للمعز، على مستوى التشكيلة الأساسية، وبالتالي علي هو من يحرس المرمى. جماهير الترجي في مدرجات ملعب المباراة تهتف توازر تشجع دائما وأبدا على الفراج يذهب بمثل هذه الأسماء بهذا المدرج الكبير، يبعث على التفاؤل على الدو، يبعث على الفرح، يبعث عن الثقة، يبعث على الكثير من الأشياء التي تساعد الترجي في تحقيق الانتصار وفي طريق المحافظة على لقب بطولة الدوري المسجل في الموسم الماضي. كرة فيها محاولة ملعوبة لكن أيضا الراية موجودة في اللقطة الماضية والمحاولة بعد ذلك تصل إلى أن تكون بركلة حرة غير مباشرة بالنسبة لفريق الترجي. كرة فيها محاولة ملعوبة لكن أيضا شايفين الكرة واللقطة الماضية يأتي من خلالها قرار حكم المباراة بوجود خطأ أو ركلة حرة غير مباشرة على سعد بقير. سعد في منتصف في ملعب المباراة أحد الأسماء التي دائما ما تقدم أداء كبيرا جدا في تشكيلة الفريق ودائما ما يظهر بالصورة وبالشكل المطلوب خلال مباريات الديربي. لمسة في المنتصف حضور بشكل مثالي جدا، كرة ملعوبة من فرانكو، يتقدم اللاعب في اللقطة الماضية، فرانك يبحث عن من؟ يبحث عن كرة في المقدمة ملعوبة لكن أيضا تغطية دفاعية حاضرة وإبعاد الكرة الماضية والمحاولة بعد ذلك تخلصت وصلت إلى خارج أرضية الملعب. الحديث عن فرانك كوم اللاعب الغاني الموجود في تشكيلة الترجي من خلال مباراة أو عفوا الكاميروني، اللاعب الكاميروني الموجود في التشكيلة الأساسية ومن خلال أحداث هذه المواجهة. وفي الجانب المقابل أيضا هنالك اللاعب فوسي نيكوليبالي اللاعب الإيفواري الموجود في التشكيلة الأساسية، أيضا هو الآخر واحد من اثنين محترفين في تشكيلة المدرب البنزرتي فوسي من خلال هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم، والاعتماد يأتي عليهم بشكل كبير جدا في هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن، تغطية حاضرة في اللقطة الماضية، إبعاد الكرة خلصها فوسي نيكوليبالي، وصلت المحاولة بعد ذلك في منتصف في ملعب المباراة عن طريق اللاعب سعد بكير، أبعدت صابر خليفة، سقوط في أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله للاعب من لاعبين الترجي موجود في أرضية الميدان، والحديث عن من يبدو سعد بكير. سعد في أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله للسعد بقير. هذه الكرة اللي من خلالها أصيب سعد بقير وسقط في أرضية الملعب، تاريخ كبير في لقاءات الفريقين على مستوى بطولة الديربي، هي بطولة خاصة نعم لا أحد يمكنه بأن ينكر ذلك، ما بين الترجي وما بين الأفريقي، واحد من الديربيات العربية الكبيرة يذهب به الكثير على أساس أن يكون من أكبر الديربيات، ديربي العاصمة، ديربي تونس، المباراة التي تجمع أكبر ناديين في العاصمة الترجي والرياضي هنا في هذا الملعب، هنا في هذا الحضور الكبير هنا منذ عام 1924 في اللقاء الأول في ملعب الشاذلي زويتن
والذي انتهى بفوز الافريقي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء. وبعد ذلك تكررت المواجهات وكانت حاضرة باشياء كبيرة وكبيرة في تاريخ لقاءات الفريقين، الذي يميل فيه الميزان لمصلحة الترجي على حساب الافريقي في تاريخ المواجهات. ويبقى لاعب الافريقي حسن بعيو هو هداف هذا الديربي بتسعة اهداف، ويبقى اللاعب طارق ذياب من الترجي لاعبا كاكثر لاعب ظهورا في مباريات الديربي، واحد من الاسماء التاريخية في كرة القدم التونسية، والرجل الموجود حاليا في محللا في قنوات بي ان سبورتس ايضا، ودائما الحضور على قنوات الكاس. طارق ذياب من الترجي الرياضي 29 ديربي، بينما من الافريقي ياتي الصادق ساسي اللي يلعب 27 مباراة ديربي مع خالد بن يحيى أيضا هو الآخر، واللي يمتلكون نفس الرصيد ب 27 ديربي على مستوى ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بعد طارق ذياب الذي يحمل الرقم القياسي ب 29 مباراة. كرة عن طريق صابر أو هذا فخر الدين من يوسف يلعب الكرة والمحاولة الماضية، لكن أيضا يأتي القرار في الكرة الماضية والمحاولة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة الأفريقي. علي جبل في توجيه الحائط البشري، محاولة لمصلحة الأفريقي على التنفيذ في اللقطة والكرة القادمة في محاولة خطيرة جدا يبحث من خلالها الأفريقي عن الوصول إلى المرمى، عن المحاولة للتسجيل، عن الوصول إلى الشباك. أحمد خليل هو اللي راح ينفذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة الأفريقي. الآن أحمد خليل على التنفيذ، هل يبحث عن التسديد المباشر من هذه المسافة؟ سدد أحمد، لكن وين 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 كرة أحمد إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك وصلت إلى ركلة مرمى. أو اللي نفذ الكرة الماضية هو وسيم يحيى، وسيم يحيى هو اللي نفذ الكرة والمحاولة الماضية طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس علي جمل. كرة إلى ركلة مرمى، 18 دقيقة مرت على بداية الأحداث هنا في شوط المباراة الأول، لا زال التعادل السلبي حاضرا ما بين الفريقين في هذه المواجهات الكبيرة وفي هذا الديربي الكبير ومن خلال أحداث هذا اللقاء. بالمناسبة في الموسم الماضي التقوا خمس مرات، خمس مرات التقى الفريقين في الموسم الماضي، بداية أو عفوا يعني كانت نهاية من كأس تونس اللي فاز فيه الترجي بهدفين طه ياسين وآدم رجائي، وبعد ذلك في بطولة الدوري في القسم الأول انتهت الأمور بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف. أنيس البدري وإبراهيم شنيحي هم من سجل في ذلك اللقاء. وفي القسم الثاني فاز الأفريقي بهدف اللاعب صابر خليفة، ثم بعد ذلك نعلم تماما بأن مجموعة التتويج التي كانت حاضرة أو البلاي أوف الذي كان حاضرا شهد فوز الترجي في مباراتين 2-1 في الذهاب سعد بقير وأنيس البدري مقابل هدف إبراهيم شنيحي، وفي الإياب نجح الترجي في تحقيق الانتصار والاقتراب بشكل كبير من الفوز بلقب بطولة الدوري بهدفي طه ياسين وفخر الدين بن يوسف. يغيب هداف بطولة الدوري طه ياسين الخنيسي عن التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم، هداف الدوري مع زياد العونلي لاعب البنزرتي اللي عندهم 6 أهداف يغيب اليوم عن التشكيلة الأساسية، وهو أحد الأسماء المؤثرة جدا جدا في تشكيلة الأفريقي أو عفوا الترجي وفي تشكيلة المنتخب. كرة بمحاولة في اللقطة الماضية تعود إلى صافرة وخطأ، المحاولة تأتي عن طريق اللاعب أوبوكو نيكولاس، نيكولاس أوبوكو هو اللي لعب الكرة الماضية والمحاولة الماضية، لكن أيضا وصلت سهلة إلى علي الجمل في حراسة المرمى. كرة فيها محاولة مرور التقدم في اللقطة الماضية، أبعدت تخلصت الكرة مرور بشكل مثالي جدا. تصل في الجهات اليمنى الآن، لمصلحة الترجي، سهلة بعد ذلك عند حارس المرمى عاطف دخيلي. أمور تحدث بشكل كبير قبل بداية بطولة الدوري، وكل الحديث كل الحديث يكون عن موعد المباراة، موعد الذي
تشاهد من خلاله تونس، كل تونس تنتظر هذا اللقاء وتنتظر هذا الديربي وتنتظر هذه المواجهة، بغض النظر كما تحدثت عن موقع الفريقين في جدول الترتيب، بغض النظر عن من هو الفريق الأفضل، بغض النظر عن من هو صاحب الريادة، بغض النظر عن كل المستويات التي نشاهدها قبل بداية المباراة، 9 جولات قبل انتهاء بداية مباريات بطولة الدوري، والأمور كما نشاهدها في هذا اللقاء تصل فيها الكفة إلى أن تكون حاضرة متساوية إلى الآن بعد مرور 22 دقيقة. إذن لا فيها أفضلية لفريق على حساب الآخر، لا وجود فيها لأفضلية لفريق على حساب الآخر، وبدأ تدريجيا النادي الأفريقي بالدخول إلى أجواء المواجهة بعد أن كانت البداية بشكل جيد بالنسبة للترجي. كرة فيها محاولة ملعوبة الآن، أبعدة تخلصت الكرة واللقطة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، هذا نيكولاس أوبوكو. يلعب كرة في المنتصف، تعود لمصلحة شمس الدين ذوادي، لمسة بعد ذلك فيها محاولة مرور التقدم لكن أيضا تغطية بشكل مثالي جدا، وبعدها تخلصت، عادت المحاولة في منتصف في ملعب المباراة، اختيار مختار بالخيثر في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء طالت على الجميع، وصلت سهلة عند علي جمل حارس مرمى الترجي، بعد ذلك محاولة مرور بشكل مثالي جدا في الجهة اليمنى يبحث من خلالها إيهاب المباركي عن التقدم لكن أيضا تغطية وإبعاد، وكرة بعد ذلك علي العابدي المتقدم في الجهة اليسرى وبعدت من أمامه، عادت المحاولة لمصلحة الترجي إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس 23 دقيقة، الأجواء في المدرجات مشتعلة وبشكل كبير جدا عكس ما عليه الأمور في أرضية الملعب، شوف اللقطة الماضية، شوف محاولة المرور في المرة الأولى بشكل مثالي جدا من إيهاب المباركي، ثم بعد ذلك التدخل والإبعاد للكرة والمحاولة، تعود المحاولة من جديد في منتصف في ملعب المباراة لمصلحة الترجي، لا زالت رحلة البحث عن هدف في المباراة الأول مستمرة ولا زالت الأمور قائمة بتعادل سلبي في هذا اللقاء، أمامية ملعوبة الآن لكن أيضا تغطية دفاعية بشكل مثالي جدا من نيكولاس أوبوكو، نيكولاس أوبوكو يسيطر على كورته بالشكل المطلوب، اللاعب أوبوكو وبعد ذلك الكرة فيها ربما صافرة موجودة وخطأ، عموما فرانكو هو اللي كان في المحاولة الضغط على أوبوكو في اللقطة الماضية لكن أيضا التغطية والإبعاد للكرة والمحاولة الماضية و الكرة بعد ذلك تخلصت إلى خارج أرضية الملعب الآن، محاولة لمصلحة الأفريقي، تغيير اتجاه اللعب على مشارف منطقة الجزاء الآن، لمسة بشكل مثالي جدا داخل المنطقة البحث عن الكرة العرضية في اللقطة الماضية، لكن يبدو بأن هنالك قرار من الحكم المساعد لوجود التسلل في اللقطة والمحاولة الماضية على لاعب الترجي المتقدم، والحديث ربما عن غلال الشعلالي هذا حارس المرمى عاطف الدخيلي، لا والله الكرة إلى ركلة ركنية للترجي ملعوبة داخل منطقة الجزاء، إبعاد من المتراجع صابر خليفة، دور كبير جدا بالنسبة لصابر في مباريات الديربي بعيدا عن أن يحمل الكثير من الآمال على مستوى أن تنتهي كل المشاكل الهجومية ما بين أقدام صابر خليفة، أن يسجل أن يكون حاضر بشكل مثالي جدا، لكن بغض النظر عن كل هذه الأشياء فالرجل يتواجد بشكل مثالي جدا وبشكل رائع على مستوى التغطية، على مستوى التغطية يقدم أداء كبير هذا الرجل الحاضر في مباراة اليوم، وبالتالي دائما وأبدا يصل إلى أن يكون حاضر بشكل مميز اللاعب صابر خليفة في تشكيلة فريق النادي الأفريقي
من خلال مباريات الديربي ومن خلال بقية المنافسات. الرجل الذي يحمل كثيرا على عاتقه مسؤولية الأفريقي في مباريات الديربي. كرة بمحاولة عرضية رأسية في اللقطة الماضية سهلة عند عاطف دخيلي، سيطر على كرته بالشكل المطلوب. حارس مرمى الأفريقي وسيف الدين الشرفي لا يتواجد من خلال مباراة اليوم، حارس مرمى الفريق المنتخب التونسي تحت 20 سنة، وبالتالي الفرصة تأتي بشكل كبير جدا لعاطف دخيلي من خلال هذه المواجهة. وفي الجانب المقابل علي جمل هو من يحرس مرمى فريق الترجي، كرة لمصلحة الترجي. فخر الدين بن يوسف لمسة في اللقطة الماضية، سعد في المنتصف، عودة بالمحاولة إلى فوسيلي كوليبالي، كوليبالي يبحث عن التسديد وبعدت من أمامها الكرة، والحكم يشير إلى وجود خطأ، والصافرة تأتي والكرة بعد ذلك بخطأ يأتي لمصلحة فرانكو. فرانكو هو من يسقط في أرضية الميدان وهو من يتحصل على الخطأ في اللقطة الماضية. شايفين هذه الكرة اللي من خلالها جاءت العرقلة، وبالتالي الآمال الآن والأعين كلها تتجه صوب من؟ ربما سعد بقير من أجل تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة الترجي في مواجهة الحارس عاطف دخيلي. سعد في مواجهة من؟ هذا عاطف في المرمى وهذا سعد على الكرة، وهذه محاولة لمصلحة الترجي، وهنا التوجيهات الأخيرة قبل تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة. الكرة الآن والمحاولة واللمسة ممكن أن نشاهد من خلالها ظهور لأول أهداف في المواجهة، ومن خلال أحداث هذا اللقاء يبحث الترجي عن التقدم هنا في مباراة اليوم. كرة بصافرة وخطأ، حكم المباراة يحذر الحائط البشري موضوع رفع اليد. التغطية من أوبوكو، هل يكون التنفيذ بطريقة مباشرة؟ خطأ يأتي الآن، ملعوبة الكرة. قراءة مميزة جدا من صابر خليفة في لقطة الماضية لمحاولة سعد بكير، لم تمر كما كان يتمنى سعد وكما كان يتمنى الترجي ولاعبين الترجي. كرة من عاطف دخيلي أمامية، وضعية ليست أبدا بالشكل المطلوب بالنسبة للترجي، أو عفوا بالنسبة للأفريقي من خلال مباراة اليوم. جماهير تعلم بأن الفريق يمر بفترة ليست جيدة على مستوى جدول الترتيب، الموسم لم يكن أبدا بالشكل المطلوب، لم يبدأ بالشكل المطلوب. الأفريقي يخسر في نصف نهائي كأس الاتحاد الكونفدرالية أمام السوبر سبور يونايتد الجنوب أفريقي، بالرغم من التعادل خارج الديار في ملعبه، خسر في ملعب الأولمبي هنا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ودع المنافسات الأفريقية. تايه في الكثير من الأحيان على مستوى الدوري، لا يقدم ذلك المردود، لا يقدم ذلك العطاء الكبير، لكن جماهيره لا زالت بالحب، لا زالت بالأناشيد، لا زالت تردد تقف مع فريقها، لا زالت مؤمنة بأن هذا الفريق سيعود يوما ما، سيصل إلى القمة. خاطر بعد كل أزمة يجي الحل، خاطرنا عمرنا ما فقدنا الأمل، وعلى خاطر الفريق عندها رجالها اللي يحبوها وحتى في الغربة ديما يساندوها، وعلى هذاك الفريق اسمها كبير، وإن شاء الله اللي في بالنا الكل يصير. اليوم في بال الجمهور الأفريقي أن فريقه ينتصر في هذا الديربي، أنه ينتفض، أنه يحقق النقاط الثلاث، أنه يصل إلى أن يفوز في مباراة الديربي التي تعني الكثير على المستوى المعنوي بالنسبة للفريق، ومن ثم بعد ذلك العودة للمنافسات في بطولة الدوري محليا، وبعد ذلك محاولة أيضا يعني العودة للمنافسات قاريا بالنسبة لواحد من أكبر وأعرق الأندية القارية والمحلية في تونس. والحديث دائما وأبدا عن الأفريقي وجماهير الأفريقي وعشاق الأفريقي ومجانين الأفريقي، والأفريقي حبيناها 10 ملايين.
وممكن زيادة أيضا خلال السنوات القليلة الماضية. كرة إلى صافرة موجودة، خطأ لمصلحة الترجي أو لمصلحة الأفريقي الآن. هذه الكرة والمحاولة الماضية، وهنا التدخل اللي كان حاضر على اللاعب أحمد خليل، ثم بعد ذلك الصافرة موجودة والخطأ من حكم المباراة يعلن عن وجوده لمصلحة فريق الأفريقي في اللقطة وفي المحاولة الماضية. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ على فوزي، 67 سنة للبنزرتي، حامل لقب بطولة الدوري في آخر سنتين، واحدة مع النجم وأخرى مع الترج. رجل الذي حقق الدوري التونسي في 9 مرات، رقم كبير جدا بالنسبة لمدرب في تونس أو خارج تونس، في العالم حتى 9 بطولات دوري في الدوري التونسي، بطولة دوري واحدة يحققها نفس المدرب 9 مرات، يعني أكثر من الكثير من الأندية الكبيرة في تونس. فوزي عنده بطولات دوري أكثر من الكثير من الأندية في تونس، يعني لعل لا يفتغ يعني يتفوق عليه على مستوى التتويج بالألقاب إلا الترجي والأفريقي والنجم. محاولة ملعوبة، راية موجودة وتسلل على بلال خفيفي، هذه الكرة الماضية والمحاولة اللي من خلالها أعلن عن وجود ركلة حرة غير مباشرة للترجي لوجود بلال في موقف التسلل في اللقطة الماضية. كرة لمصلحة الترجي تعود في منتصف في ملعب المباراة، محاولة مرور التقدم لكن أيضا تغطية وإبعاد للقطة والمحاولة الماضية. قرار يأتي بوجود الخطأ على علي العابدي في منتصف في ملعب المباراة، محاولة للترجي خطيرة داخل المنطقة، فرصة للأول، كرة ملعوبة، خطيرة جدا المحاولة الماضية والكرة الماضية، وكرة في الشباك الجانبية عن طريق المتقدم خليل شمام. خليل شمام هو من يتقدم، لكن شوف تمريرة في غاية الروعة جاءت عن طريق فرانك، فرانك لعبها وخليل سدد بعد ذلك بالقدم اليسرى، كرة تصطدم في الشباك الجانبية وتحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة مرمى. خطيرة جدا محاولة الترجي، خطيرة جدا محاولة الترجي في اللقطة الماضية وهي أخطر فرص المباراة، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى ركلة مرمى عند عاطف دخيلي حارس مرمى فريق الأفريقي. أفضلية للترجي، خطأ في اللقطة الماضية على أحمد خليل، محاولة تعود للترجي من جديد، محاولة تعود للترجي من جديد، كرة في منتصف في ملعب المباراة، ملعوبة في المنتصف الآن، للأفريقي محاولة تعود في الجهات اليمنى الآن، لمسة في اللقطة الماضية وسقوط لبلال خفيفي، والمحاولة إلى خطأ لمصلحة بلال خفيفي. شوف الكرة الماضية فيها تدخل يأتي من غيلان الشعلالي المتراجع أيضا من أجل المساندة الدفاعية في اللقطة الماضية. غيلان الشعلالي هو من يرتكب الخطأ، والمحاولة بصافرة موجودة لمصلحة الأفريق، 10 دقائق قبل النهاية، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية وإبعاد للكرة والمحاولة الماضية. شايفين أيضا التدخل من أحمد خليل، أحمد في اللحظات القليلة الماضية ارتكب أكثر من خطأ، وبالتالي ربما لو استمر بهذه الوضعية وبهذه الطريقة قد ينذر ويحصل على بطاقة صفراء، أمر لا يتحمله أي لاعب في الديربي، خصوصا نعلم تلك الحساسية الكبيرة في مثل هذه المباريات التي دائما ما تشهد الكثير من الحالات ما بين الفريقين، والحديث عن ركلات الجزاء والحديث أيضا عن يعني البطاقات الحمراء
وأمور أخرى تحدث من مشادات إلى غيرها نتحدث عنها في بطولة الديربي خلال السنوات الماضية، وأمر قد يكون معتاد بالنسبة لهذه المباريات الكبيرة سواء في الرابطة التونسية المحترفة أو حتى على مستوى بقية المباريات هنالك في العالم. إذا ما كان الأمر يتعلق بمباريات الديربي فإن الأمور فيها كل شيء وارد، لذلك يأتي دائما الاعتماد على الأفضل الأفضل دائما وأبدا في الناحية التحكيمية من أجل إدارة مباريات الديربي، ولا تترك الأمور للمجاملة أبدا على المستوى التحكيمي. وشاهدنا خلال السنوات الماضية أيضا حضور جيد بالنسبة للحكم التونسي في مباريات الديربي، على الأقل من خلال البداية التي كانت عبر قنوات الكاس والنقل التلفزيوني الخاص بديربي تونس. كرة فيها محاولة خطيرة لمصلحة الأفريقي، إبعاد يأتي للكرة والمحاولة الماضية عادت من جديد، لمسة في منتصف في ملعب المباراة، آتي الأمور بعد ذلك لمصلحة فخر الدين بن يوسف، يتقدم فخر الدين يبحث عن من؟ عن تمرير للسعد في الجهة اليمنى، العرضية داخل المنطقة، خطيرة جدا الكرة والمحاولة الماضية طالت على سعد بقير، طالت على سعد بقير، محاولة للترجي وصلت إلى خارج أرضية الملعب، ووصلت الكرة بعد ذلك إلى أن تكون بأحضان حارس المرمى عاطف دخيلي اللي يسيطر على كرته بالشكل المطلوب ويبعد المحاولة إلى رمي التماس من أجل الاطمئنان، الاطمئنان نعم على غازي العياتي. شوف الكرة فيها محاولة مثالية جدا، فخر الدين بن يوسف انتظر انتظر إلى أن يأتي التقدم من الجهة اليمنى عن طريق إيهاب المباركي، عرضية من إيهاب، لكن حارس المرمى حارس المرمى هي طالت للأمانة على سعد بقير. شوف كرة إيهاب، يا سلام يا سلام، ملعوبة بشكل مثالي جدا، لكن بعد ذلك الكرة تخلصت إلى رمي التماس، ركلة جزاء، ركلة جزاء نعم، المطالبة جاءت في البداية من المدرج على أساس أن هنالك لمسة يد على نيكولاس أوبوكو، ثم بعد ذلك يأتي القرار من حكم المباراة بوجود ركلة الجزاء، ركلة الجزاء على أوبوكو في اللقطة الماضية. الغاني الغاني، شوف هذه الكرة، هذه المحاولة الماضية، هنا لمسة اليد، امتداد للكرة الماضية لليد، لكن هل لمست اليد أو هي عن طريق الكتف؟ يأتي قرار حكم المباراة بوجود ركلة جزاء على اللاعب أوبوكو. في لحظات قليلة ماضية كنت أتحدث عن مباريات الديربي وعن ركلات الجزاء وعن الأمور التي تحضر ما بين الفريقين وعن الحالات، حالات الطرد، هنا تأتي ركلة الجزاء في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء وعلى حساب اللاعب الغاني اللاعب نيكولاس أوبوكو، ولمصلحة الترجي فرصة التقدم بأول أهداف في المواجهة، بأول أهداف في المواجهة. ركلة الجزاء غابت كثيرا، غابت كثيرا خلال السنوات الماضية منذ أن ضيع ياني كنيانج ركلة الجزاء في مباراة التعادل 2-2 في عام 2014، ياني كنيانج أهدر ركلة الجزاء بالنسبة للترجي في ديربي نيانج الذي عاد بعد ذلك وسجل هدفين في مباراة انتهت 2-2. منذ ذلك التاريخ لم تظهر ركلات الجزاء في تاريخ الترجي وفي لقاءات الفريقين مع الترجي والأفريقي، اليوم تعود للظهور مرة أخرى على مستوى هذه المواجهة وعلى مستوى هذا اللقاء بلمسة يد كانت على اللاعب الغاني نيكولاس أوبوكو، لمسة يد، ركلة جزاء، محاولة للتقدم الآن. من اللي راح ينفذ الكرة؟ يبدو بأن فرجاني ساسي هو اللي راح ينفذ ركلة الجزاء. في مواجهة الحارس عاطف دخيلي أمام تحدي صعب الآن في مسألة التصدي لركلة جزاء للترجي الذي يبحث عن التقدم هنا في هذا اللقاء، وجماهيره في المدرج تهتف
خلف الشاشات يتقدم غيلان، غيلان شعلها، نعم شعلها غيلان، يسجل الهدف الأول شعلالي، يضع الترجي في المقدمة، يشعل المدرج والنيران في ملعب الأولمبي ليضع الفريق في المقدمة الآن. باب السويقة يفتح نيران الواعد ديربي، ويتقدم الترجي بالهدف الأول، وجمهوره بين الجنة والنار، حمرة وصفرة تختار يا ترجي، نحلم بيك ليل ونهار. خلال شعلالي يضع الترجي في المقدمة، يسجل يصنع الفارق الآن، ويتقدم لمصلحة أصحاب الدار بركلة جزاء، يضع عاطف دخيلي في زاوية والكرة في الزاوية الأخرى، ويعلن عن بداية أهداف الديربي بهدف يأتي من ركلة جزاء. 1-0 قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق. يتقدم الترجي من علامة الجزاء، صغار وكبار في المدرج، الشباب والشيبان في المدرج، الرجال والنساء في المدرج، العاشقون كلهم يقفون خلف الفريق، يساندونه، يهتفون باسمه، لا يتركونه في السراء وفي الضراء، ويعلمون حتى وإن كان الترجي في أفضل حالاته على أن أيضاً بحاجة إلى المساندة، والكثير منهم ربما جاء في هذه المرة ولديه الكثير من الثقة بأن الأمور محسومة في هذا الديربي نظراً لوضعية الفريقين. ترجي يواصل أفضليته على مستوى مباريات الديربي، وهو الفريق الذي أحقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ المواجهات التي جمعت الترجي مع الأفريقي في منافسات كرة القدم التونسية التي بدأت للمرة الأولى منذ عام 1924. نلعب في اللحظات الأخيرة، طرب في المدرج على أنغامي وعلى وقع الأداء الكبير الذي يقدمه الترجي في مباراة اليوم، شايفين التمريرات الحاضرة، شايفين الثقة الكبيرة بالنسبة للفريق من خلال أحداث هذه المواجهة، شايفين الحضور المميز جدا في الدقائق الماضية. البداية كانت للترجي، ونجح الأفريقي في فترات قليلة جدا في أن يجعل الأمور فيها اتزان، بعض الاتزان على مستوى الأداء للفريقين في أرضية الميدان، لكن بعد ذلك تعود الأمور مرة أخرى ليتقدم الترجي الآن بنتيجة المباراة بهدف جاء من ركلة جزاء. هل هي صحيحة أو لا؟ كل هذه الأمور نتركها مع هيكل الشعري وضيوفه في استوديوهاتنا بعد نهاية أحداث شوط المباراة الأول، هنالك النظرة الكاملة من جميع النواحي حول هذا اللقاء سواء تحكيميا أو فنيا. كرة فيها تدخل في اللقطة الماضية من خليل أو من فرجاني ساسي صاحب هدف المباراة الوحيد، خطأ لمصلحة الأفريقي في منطقة جزاء. نلعب في اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعي قنوات الكاس في كل مكان قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول. الأمور هنا بهدف مقابل لا شيء للترجي، جاء من ركلة جزاء عن طريق فرجاني ساسي في الدقائق الثلاث الأخيرة. دقيقتان إذن تضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوط المباراة الأول الذي يبدو بأنه في طريقة للنهاية بتقدم الترجي بهذه النتيجة المسجلة وبالهدف الوحيد الذي أتى من ركلة جزاء. كرة في محاولة تقدم في لقطة الماضية، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، خطأ لمصلحة الأفريقي. فرجان هو اللي سجل هدف، نعم أنا قلت غيلان الشعلالي، لا فرجاني ساسي هو اللي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء. نعم بالفانيلا رقم 13 فرجاني ساسي. أنا أعتذر إذا كنت تحدثت عن أن غيلان هو من سجل الهدف، لكن غيلان أيضا من الأسماء التي ساهمت في مباراة اليوم. في الجانب المقابل تأتي ركلة الجزاء ويسجلها فرجاني ساسي. فرجاني ساسي 1-0 عن طريق فرجاني.
كرة بمحاولة أمامية ملعوبة الآن. حارس المرمى علي إجمل، لكن بعد ذلك خطا ياتي على فخر الدين بن يوسف. فرصة أخيرة للأفريقي قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول. الأمور بالهدف الوحيد المسجل من ركلة جزاء عن طريق فرجاني، وهنا المحاولة فيها خطأ للأفريقي. آخر فرصة للأفريقي في الشوط الأول، آخر محاولة من أجل التعديل. هدف في مثل هذا التوقيت سيعني الكثير بالنسبة للأفريقي معنويا عند دخوله لأجواء المواجهة في شوط المباراة الثاني. كرة إلى صافرة وخطأ، محاولة تأتي الآن. لمصلحة الأفريقي ملعوبة الكرة، اصطدمت وصلت سهلة عند حارس المرمى علي إجمل، سيطر على كرته بالشكل المطلوب. خلاص الوقت الأصلي انتهى، نعم ودقائق الوقت بدل الضائع هي الأخرى انتهت. حكم المباراة يعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ترجي أو هنا خطأ لمصلحة حارس المرمى علي إجمل، ممكن بعد هذا الخطأ مباشرة يعلن الحكم نعم نهاية شوط المباراة الأول. ترجي كان الطرف الأفضل، نجح في ترجمة هذه الأفضلية وسجل هدف في المباراة الوحيد. شكرا هيكل، شكرا للزميل قيس اليعقوبي، عادل السليمي، عمار سويح على كل الحديث الذي دار ما بينهم. قد تأخذ العاطفة بعض الأحيان الرجل إلى أن يتوقع مسألة فوز فريق على حساب الآخر، لكن الكثير من المنطق. الأخوان في الاستوديو التحليلي حقيقة أعطوا توقعاتهم، ربما يذهب البعض إلى تعادل، ربما يذهب الآخر إلى إمكانية أن يقلب الأفريقي نتيجة المباراة، لكن كل هذه الأمور تأتي في إطار فني ومن خلال قراءة فنية لمجريات الأحداث. كيف سيسير المدرب فوزي البنزرتي الدقائق 45 المتبقية قبل نهاية شوط المباراة الثاني وخطف نقاط المباراة الثلاث؟ وكيف سيتعامل البديل كمال القلصي من خلال الأحداث المتبقية؟ جمال الذي جاء بديلا لماركو سيميوني المدرب الإيطالي في تشكيلة فريق الأفريقي يعلم بأن الوضعية صعبة جدا في هذا الديربي، لكن لا زلنا في الديربي ولا زالت الدقائق حاضرة ولا زالت كل الأمور واردة، والنتائج لا يمكن بأن يتكهن أحد بهذه النتيجة على ظل الأداء الذي ظهر فيه الفريقين في شوط المباراة الأول. وبالرغم من أفضلية الترجي، لكن الأفريقي أثبت بأنه قادر على أن يكون ندا بالنسبة للترجي في مباراة اليوم، ولما لا يصل إلى التعديل. بنفس الأسماء يستمر المدربين من خلال أحداث شوط المباراة الثانية. الترجي بعلي الجمال في حراسة المرمى، إيهاب المباركي، شمس الدين الذوادي، منتصر الطالبي، وخليل شمام في خط الدفاع. في المنتصف سعد بقير، فرانكوم، خوزيك، فوزي نيكوليبالي، وفرجاني ساسي صاحب الهدف الوحيد المسجل إلى الآن. وفي المقدمة هنالك فخر الدين بن يوسف وغيلان الشعلالي. في الجانب المقابل عاطف الدخيلي، محثار بالخيثر، فخر الدين الزيري، علي العابدي، أحمد خليل، وسيم يحيى، نيكولاس أوبوكو، غازي العيادي، معتز الزمزمي، صابر خليفة، وبلال خفيفي، هي الأسماء الحاضرة في تشكيلة المدرب كمال القلصي مدرب الترجي أو مدرب الأفريقي في مباراة اليوم. شوط انتهى بهدف من ركلة جزاء، ركلة جزاء كان مشكوك في صحتها، سجل الترجي، ثم بعد ذلك هنالك ركلة جزاء أيضا مشكوك فيها بالنسبة للأفريقي، ممكن أن يحصل عليها في الوقت بدل الضايع. تنتهي الأمور، أمور التحكيم حاضرة في الديربي، ركلة جزاء تظهر بعد غياب السنوات الماضية. منذ عام 2014 ظهرت ركلة الجزاء منذ الديربي الكبير ليانيه كيميانج الذي سجل هدفين في ذلك اللقاء الذي انتهى 2-2 وأضاء ركلة جزاء. تظهر الآن ركلة الجزاء بانتظار بقية تفاصيل هذا الديربي. صابر خليفة على تنفيذ كرة خطأ يأتي لمصلحة الأفريقي هنا من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة تصل لأصحاب الفريق وفريق الضيف بشكل مباشر. صابر يلعب الكرة خطيرة،
خطيرة جدا، كرة صابة لخليفة مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. شوف الكرة، شوف المحاولة الماضية، شوف التنفيذ بشكل مباشر لكرة مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. خطيرة جدا، محاولة لمصاعة الأفريقي صابر، غاب عن التسجيل في آخر ديربيين، لكنه قبل ذلك هو من قاد على الأفريقي لتحقيق الانتصار في الموسم الماضي في الرابطة التونسية المحترفة، وفي التحديد في المجموعة الثانية من منافسات بطولة الدوري، عندما نجح في الوقت بدل الضائع من تسجيل هدف الانتصار في مباراة انتهت بهدف مقابل لا شيء. 4 مواجهات في الموسم الماضي ذهابا وإيابا في دوري المجموعات، نعلم بأن الوضعية في الموسم الماضي في الديربي أو في الدوري التونسي كانت يعني فيها مجموعتين، بعد ذلك كانت في مجموعة هبوط ومجموعة التتويج. في دوري المجموعات الترجي والأفريقي 1-1 ثم 1-0 الأفريقي عن طريق صابر. في مجموعة التتويج نجح الترجي في الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1 و2 مقابل لا شيء. الآن 1-0 بالعودة لذكريات النتيجة المسجلة حاليا، آخر انتصار للترجي بهذه النتيجة كان في عام 2013 بهدف عن طريق اللاعب حسين راقد، سجله في مجموعة التتويج أيضا في مباراة انتهت بهدف مقابل لا شيء. تلك كانت المباراة الأخيرة التي فاز فيها الترجي بالنتيجة المسجلة حاليا وهي بهدف مقابل لا شيء. كرة فيها محاولة مرور أيضا في اللقطة الماضية، لكن أيضا يبدو بأن هنالك خطأ على اللاعب اللي هو كوليبالي، وبعد ذلك يأتي الخطأ لمصلحة فرانك كوم في منتصف في ملعب المباراة. ملعوب المحاولة لمصلحة الترجي، لمسة في اللقطة والكرة الماضية تصل عن طريق فرجاني ساسي، التحول يأتي الآن والتقدم بكرة في الجهة اليمنى، المحاولة تعود عن طريق فخر الدين بن يوسف أمامية للترجي، مواجهة كانت حاضرة في اللقطة الماضية، تمريرات لكن في النهاية أبعدت الكرة، والمحاولة في الجهة اليسرى، يبحث الأفريقي، لا زال الإصرار موجود، لا زال الإصرار موجود، والأمور بالنسبة للأفريقي لابد فيها بأن يعود إلى أجواء المواجهة ويبحث عن التسجيل. اليوم يجب أن تكون العودة والأفريقي في هذا اللقاء، فيما لو نجح في العودة جمهوره بعد ذلك سيقف معه بشكل كبير في الجولات القادمة. جماهير تعشق الفريق الأفريقي، 10 ملايين حبيناه، 10 ملايين في تونس، خارج تونس هنالك الكثير من العشاق المحبين. كرة فيها محاولة وإبعاد في مرة أولى، في مرة ثانية تأتي، لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، شايفين العرضية الماضية، مختار بالخيثر في المرة الأولى، ثم بعد ذلك التسديدة جاءت من بلال خفيفي، وأحمد خليل أيضا حاول بكرة على الطائر مباشرة قبل أن تنزل أو تلامس الأرض، سدد لكنها علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. تعود من جديد للأفريقي، بداية جيدة بالنسبة للأفريقي في شوط المباراة الثاني، والآمال كبيرة جدا من أجل الوصول إلى نتيجة التعادل. الديربي في السنوات الماضية يعني منذ فترة طويلة، منذ فوز الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في بطولة الدوري في عام 2013، يوسف بلايلي وهاريسون أفول وشمس الدين ذوادي هم من سجلوا في ذلك اللقاء، بينما بلال العيفة هو من سجل لمصلحة الأفريقي. منذ ذلك اللقاء لم ينجح أي فريق بعد ذلك في تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، كل المباريات كانت تنتهي 1-0 2-0 بالكثير، 2-1 في مرتين، وانتهت مباراة وحيدة فقط بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. كحد أقصى ممكن أن يصل إليه الفريق هو هدفين منذ فترة طويلة، وبالتحديد كما ذكرت منذ لقاء الفريقين في مارس من عام 2013. كرة في المنتصف الآن، صافرة موجودة وخطأ في اللقطة والمحاولة الماضية، هذا فخر الدين
بن يوسف والحديث بعد تدخل كان موجود من أحمد خليل. ثم الصافرة موجودة بعد ذلك. من حكم المباراة المناوشات لابد من أن تظهر في مثل هذه المباريات والأمر يبدو منطقيا طبيعيا جدا، لكن إلى الآن حقيقة الأمور تسير بشكل مميز جدا على مستوى التنظيم في هذا الديربي. لا نتمنى بأن نشاهد بعض الأمور التي تتكرر في المباريات الماضية على مستوى المسابقات التونسية. الأمور الآن تسير بشكل جيد ونتمنى بأن تستمر بهذه الجودة حتى نهاية المباراة، أن تعكس هذه المباراة وهذه القمة الصورة الحقيقية للكرة التونسية، فهذا أمر مهم جدا لأن العالم تتفرج، العالم تتفرج عبر قنوات الكاس أو حتى بعيدا عن قنوات الكاس. الصورة التي يجب أن ينقلها اللاعبين والفريقين هي صورة كرة قدم تونسية لمنتخب قدم الكثير لأفريقيا، وصل إلى نهائيات كأس العالم، حضوره سيكون موجود وبشكل كبير من خلال النسخ القادمة أيضا. فريق يعتاد دائما على أن يكون حاضر. كرة قدم تونسية قدمت أسماء تاريخية لكرة القدم العربية والأفريقية، خدمت كثيرا، وعندنا أمثلة بسيطة جدا موجودة عندنا على مستوى الاستوديو التحليلي عندما نتحدث عن عمار وعن عادل وعن قيس. هذه الأسماء التي قدمتها تونس للعرب، كل العرب في السنوات الماضية، وبالتالي يجب أن يكون الديربي انعكاسة مميزة لكرة القدم التونسية. وإلى الآن أتحدث عن النواحي التنظيمية التي كانت الشغل الشاغل بالنسبة للتونسيين في الفترة الماضية، تذهب بها المباراة بشكل مميز جدا أيضا من خلال هذا اللقاء. كرة بمحاولة الآن لمصلحة الأفريقي، ملعوبة بتغيير كامل اتجاه اللعب. أبعدت الكرة إلى رمي التماس. كرة تصل سهلة عند الحارس علي جمل. أمامية ملعوبة بعد ذلك من علي، لكن أيضا تغطية وإبعاد. تبعد الكرة تخلصت. وصلت سهلة عند علي، سيطر على كرته بالشكل المطلوب في هذه الجولة. النجم المتلوي تعادل إيجابيا مع النجم الساحلي. وصفاقسي انتصر بثلاثية على البنزرتي، ومن قردان فاز بهدفين على مستقبل قابس. والملعب القابسي تعادل سلبيا مع الاتحاد المنستيري. وهذا اللقاء نعلم تماما بأن أيضا من المباريات المؤجلة، من مباريات الجولة السادسة، لقاء مؤجل من مباريات الجولة السادسة ما بين الترجي والأفريقي. الجولة القادمة بحول الله يوم الأربعاء القادم، الأفريقي سيلعب ضد الصفاقسي، والترجي خارج الديار سيحل ضيفا في ملعب حمد العواني، الملعب الخاص بشبيبة القيروان في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم. ونعلم تمام بأن الصدارة للترجي وأن الصفاقسي هو الفريق الذي يضغط الآن على الترجي، بحكم أن الصفاقسي عنده 23 نقطة من 9 مباريات، والترجي يمتلك في سجلاته 25 نقطة. صفاقسي يقدم في موسم مميز، 9 مباريات فيها 7 انتصارات وتعادلين، بينما الترجي في 9 مباريات 8 انتصارات والتعادل الوحيد. هذا يعني بأن هنالك فارق نقطتين على مستوى صدارة جدول الترتيب ما بين الترجي وما بين الصفاقسي صاحب المركز الثاني. يعود الصفاقسي للمنافسة على أمل عودة النجم الساحلي، وعلى أمل أيضا عودة الأفريقي من أجل أن ينتعش الموسم الكروي في تونس، ونشاهد مباريات في قمة الروعة وقمم كبيرة جدا على صعيد التنافس ما بين الفريقين. الكرة من ثابتة ملعوبة لمصلحة الترجي، عالية الكرة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى.
ركلة مرمى عند الحارس عاطف الدخيلي. كرة في المنتصف، يعود الترجي الآن ليكون الطرف الأفضل. فخر الدين يتقدم، تبعد الكرة الماضية، عادت في منطقة الجزاء، خطيرة جدا المحاولة، لا زالت قائمة، لا زالت في أرضية الملعب. الإبعاد يأتي في توقيت جيد عن طريق أحمد خليل. خليل خلص الكرة الماضية، عادت مرتدة صافرة وخطأ. بدأ الأفريقي المباراة بشكل مميز أو شوط المباراة الثانية على وجه التحديد، ثم ذهبت بعد ذلك الأمور تدريجية تميل فيها الكفة لمصلحة الترجي. الترجي عندما يمتلك الأفضلية فإن دائما ما يشكل الخطورة، عندما يشكل الخطورة فإنما دائما أيضا يستغل الوضع. لذلك في شوط المباراة الأول بالرغم من أنه لم يكن يمتلك تلك الأفضلية الكبيرة ولم يكن يشكل تلك الخطورة الكبيرة، على أنه نجح في النهاية من الوصول إلى المرمى ومن التسجيل ومن يعني صنع الفارق عندما نجح في تسجيل أول أهداف المواجهة. كرة إلى خطأ فرجاني ساسي في أرضية الميدان صاحب الهدف الوحيد. تدخل قوي جدا في اللقطة والمحاولة الماضية، فرجاني يسقط في أرضية الملعب وحكم المباراة يشير بالاستمرارية. هذه الكرة والمحاولة الماضية بالنسبة للترجي خطيرة مرت، لكن أيضا بعد ذلك التغطية الدفاعية. تبديل بلال خفيفي يترك أرضية الميدان. في تشكيلة الأفريقي وتبديل أول في المواجهة بدخول اللاعب منوبي حداد. مكان بلال خفيفي، أول تبديل في الناحية الهجومية من أجل محاولة الوصول إلى هدف التعديل عن طريق معاونة صابر خليفة في المقدمة. كرة فيها محاولة الآن، طالت الكرة والمحاولة الماضية أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو رمية تماس. التغطية كانت موجودة عن طريق منتصر طالبي في اللقطة الماضية. بعد الكرة والمحاولة الماضية تغطية فيها خطأ في التمركز بالنسبة للاعب الأفريقي. تعود المحاولة من جديد، تسديدة تصل سهلة إلى حارس المرمى. الكرة كانت فيها محاولة للأفريقي في اللقطة والكرة الماضية، لكن أيضا اصطدمت الكرة، خفت حدتها، وصلت سهلة إلى عاطف الدخيلي، سيطر على كرته بالشكل المطلوب. يبدأ من خلالها محاولة جديدة أمامية ملعوبة، تغطية وإبعاد بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. 17 دقيقة نلعب في دقيقة رقم 18. هذه المحاولة الماضية بالنسبة للترجي، لكن أيضا حضور بشكل جيد بالنسبة للمدافع نيكولاس أوبوكو اللي تصدى لمحاولة الترجي، وصلت الكرة بعد ذلك السهل. شخصيا أجد بأن أبوكو يقدم أداء جيد حقيقة في مباراة اليوم، بغض النظر عن الخطأ اللي ارتكبه في مسألة الوصول أو في مسألة ركلة الجزاء، ولو أن هنالك أيضا من يرى بأن الأمر لم يكن يستحق ركلة الجزاء بالنسبة للترجي على اللاعب نيكولاس أبوكو. باستثناء ذلك
فأنا أوبوكو يقدم أداء جيدا بالنسبة للأفريقي على مستوى خط الدفاع من خلال الدقائق الماضية في عمر هذا اللقاء وفي هذا الديربي الكبير. كرة فيها محاولة أمامية، صابر خليفة الآن يبحث، خطيرة جدا كرة صابر خليفة في اللقطة والمحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. كاد أن يصل إلى التعديل، كاد أن يصل إلى التعديل. وسيم يلعب الكرة، يحيى إلى صابر وخليفة بعد ذلك، وسط التدخل أيضا كان موجود عن طريق شمس الدين ذوادي، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، تعود المحاولة من جديد لمصلحة الترجي أو لمصلحة الأفريقي، لكن هنالك تدخل وبطاقة صفراء. إيهاب المباركي يحصل على بطاقة صفراء. خطأ لمصلحة الأفريقي الآن، عاد ليكون الطرف الأفضل في هذه المواجهة. ومن خلال اللحظات القليلة الماضية صابر أضاع فرصة هي الأخطر بالنسبة للأفريقي في شوط المباراة الثاني. المحاولات لا زالت مستمرة، وهنالك 25 دقيقة على أقل تقدير أمام الأفريقي من أجل العودة في هذه المواجهة أمام الترجي من أجل زيادة الغلة إن أمكن، أو الحفاظ على هذه النتيجة المسجلة إلى الآن هنا في الديربي الأول في هذا الموسم. معنا يعني مباراة السوبر أيضا هي ما بين الاثنين بحكم أن الترجي بطلا للدوري في الموسم الماضي، والأفريقي كان بطل لمنافسات بطولة الكاس بعد الفوز على اتحاد بن قردان في المباراة النهائية في الموسم الماضي بهدف مقابل لا شيء. اتحاد بن قردان هو من أخرج الترجي بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي. الترجي خسر في ربع نهائي القارة أمام الأهلي، تعادل 2-2 في مصر، وخسر في أرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف واحد وودع المنافسات. الترجي بطل لبطولة الدوري في الموسم الماضي، الترجي من يتصدر بطولة الدوري في هذا الموسم، الترجي كان مرشح لثلاثية قياساً على الأداء الكبير والفورمة العالية اللي كان فيها الفريق في الموسم الماضي. محلياً وحتى قارياً كان يمشي بخطى ثابتة حتى في مباراة التعادل 2-2 أمام الأهلي هنالك في مصر. لكن بعد ذلك الخسارة كانت ربما غير متوقعة للكثير من المتابعين هنا على أرضية ميدانه في الدور ربع النهائي. وفي الجانب الآخر أيضا الخسارة لم تكن متوقعة أيضا من اتحاد بن قردان في بطولة الكاس وبالتحديد بركلات الترجيح. هذا الأمر الذي منع الترجي من تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي. يعود مرة أخرى الترجي، تعود جماهيره تهتف في المدرج بين الجنة والنار، حمراء وصفراء نختار، من أجل أن يعود الترجي منافسا محليا وهو يتصدر جدول الترتيب، ومن أجل أن يعود مرة أخرى يخطب ود البطولة القارية مرة أخرى من خلال العام القادم. كرة لمصلحة الأفريقي الآن، محاولة فيها إبعاد لخارج أرضية الملعب بحكم وجود لاعب من الأفريقي في أرضية الميدان. الحديث عن أحمد خليل اللي يصيب يبدو في تدخل ما بينه وما بين غيلان الشعلالي. هذه الكرة الماضية هنا التدخل والالتحام ما بين الاثنين. غيلان الشعلالي صاحب 23 سنة واللاعب الذي لعب للمنتخب التونسي. في 4 مباريات دولية
وكان هو صاحب هدف الانتصار على منتخب الكونغو في تصفيات كأس العالم الأخيرة هنا في الملعب الأولمبي في رادس. الحضور بشكل جيد بالنسبة لغيلان الشعلالي 23 سنة، أحد النجوم اللي ممكن أن نشاهدهم أيضا في نهائيات كأس العالم القادمة. بينما هنا فوزي البنزرتي صاحب 67 سنة، الرجل الذي بدأ مسيرته التدريبية في عام 1979، يعني قبل 38 سنة على وجه التحديد، قبل 38 سنة بدأ التدريب فوزي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، درب النجم، درب الأفريقي، درب منتخب تونس، درب الشارقة في الدوري الإماراتي، الشباب في الدوري العماني، الرجاء في الدوري المغربي، حقق معاه نتائج مميزة جدا مع الرجاء المدرب فوزي البنزرتي. ومنذ الموسم الماضي هو مع نادي الترجي حقق معاه لقب بطولة الدوري، وقبل ذلك كان مدربا للنجم وحقق معاه لقب بطولة الدوري. العديد من الإنجازات التي يسطرها بأحرف من ذهب، كما يقول نبيل معلول أفضل مدرب حاليا في كرة القدم التونسية هو فوزي البنزرتي. سلامات إن شاء الله. سعد بقير في أرضية الملعب، هو الآخر أيضا يصاب. أحمد خليل لم يدخل إلى أرضية الميدان، ترك أرضية الملعب مصابا في تشكيلة الأفريقي. في الجانب المقابل هذا أحمد خليل يستعد الآن للنزول ربما في اللحظات القليلة القادمة إن كان قادرا على ذلك، لا يبدو ذلك. بينما في الجانب المقابل سعد بقير يحمل الآن أيضا من أجل الاطمئنان عليه وتلقي العلاج. تغطية أمر طبيعي جدا، كل هذا الجمهور وكل هذا الحضور. يبدو بأن سعد بقير غير قادر على أن يكمل المواجهة، أو فخر الدين بن يوسف هو اللي ترك أرضية الملعب، والبديل بلال ماجري. إذن التبديل الأول لفوزي البنزرتي. كرة إلى ركنية لمصلحة الأفريقي، خطأ من حارس المرمى علي الجمل، يحصل فيه الأفريقي على ركنية ملعوبة، المحاولة في منطقة الجزاء، إبعاد للكرة الماضية لا زالت مستمرة، عرضية داخل المنطقة الآن، علي في التصدي في اللقطة الماضية هو من يعود ويصحح الخطأ ويحصل على خطأ بعد ارتماء أو التحام بينه وبين واحد من لاعبي الأفريقي، يأتي به حكم المباراة ويشير من خلاله إلى وجود الخطأ في اللقطة وفي المحاولة الماضية. هذه الكرة الماضية والعرضية الملعوبة وخروج بتوقيت جيد جدا من علي الجمل، لكن بعد ذلك أيضا هنالك الالتحام اللي كان ما بينه وما بين اللاعب المتقدم علي العابدي، وبالتالي يأتي قرار حكم المباراة بوجود خطأ لمصلحة علي الجمل. هذا أحمد خليل. خليل غير قادر على أن يكمل أحداث المواجهة، وبالتالي تبديل آخر خلال اللحظات القليلة القادمة سيكون حاضرا بالنسبة للأفريقي. نعم يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. التبديل الآن يأتي بالنسبة للأفريقي بدخول اللاعب السامي الهمامي. مكان أحمد خليل. هذه الكرة اللي يصيب من خلالها أحمد خليل في اللقطة الماضية في الالتحام اللي كان ما بينه وما بين غيلان الشعلالي، ترك أرضية الملعب ودخل مكانه شامي الهمامي.
خطأ على غيلان، صفرة من حكم المباراة لمصلحة الأفريقي ولمصلحة علي العبدي في اللقطة والكرة الماضية. يسقط في أرضية الملعب، محاولة ملعوبة الآن. لا فخر الدين موجود في أرضية الميدان لا زال، وبالتالي سعد بكير يبدو هو من ترك أرضية الملعب للاعب بلال الماجري. بلال إلى فوسيني كوليبالي، تغيير الاتجاه اللاعب في منطقة الجزاء، محاولة خطيرة جدا، حارس المرمى عاطف الدخيلي يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، والكرة بعد ذلك إلى ركلة ركنية. خطيرة من غيلان، خطيرة من غيلان الشعلالي، يلعب الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. هذه محاولة خطيرة جدا كانت من غيلان الشعلالي. الكرة بعد ذلك تحولت في الجانب المقابل لمصلحة الأفريقي. ربع ساعة متبقية قبل نهاية الديربي، ربع ساعة، ماذا ممكن أن يتحول؟ وش اللي ممكن يتغير؟ ما هي الأشياء التي بالإمكان أن نشاهدها في اللحظات القادمة من خلال أحداث هذا اللقاء؟ تأخر أيضاً في مسألة إعادة الكرة إلى أرضية الملعب، يعني يجبر لاعبين الترجي انهم او لا الافريقي انهم يفقدون اعصابهم. كرة الى خارج ارضية الملعب او الى صافرة موجودة وخطأ. لمصلحة الأفريقي، الفريق الذي يقدم أداء جيدا خلال اللحظات القادمة. ويصبح هو الفريق الأفضل من خلال دقائق عشر، لكن إلى الآن لا زال يبحث عن هدف التعديل. إلى الآن هذا الرجل لا يجد الطريق إلى مرمى علي جمال، إلى الآن يبحث عن نقطة في مباراة اليوم. عموما لا زال التعادل السلبي، او عفوا لا زال التقدم بهدف مقابل لا شيء، بهدف مقابل لا شيء. كرة بمحاولة ملعوبة في اللقطة الماضية، عادت من جديد امامية، الترجي مجبر على العودة من اجل المحافظة على الهدف الوحيد المسجل. وفي الجانب المقابل فان الافريقي هو الاخر يجب ان يتقدم من اجل ان يكون حاضرا بهدف ياتي من خلاله بتعديل بنقطة مهمة جدا معنويا على مستوى عدم الخسارة في الديربي، ورقميا ايضا على مستوى جدول الترتيب الافريقي يعاني كثيرا في الجولات الماضية، 11 نقطة في 8 مباريات بالنسبة للافريقي. لا يوجد اسوأ من الافريقي هذا الموسم على مستوى الرصيد النقطي الا الترجي الجرجيسي اللي عنده 4 نقاط، والاتحاد بن قردان اللي عنده ايضا 4 نقاط. تبديل في الجانب الافريقي هو الاخير بالنسبه للمدرب كمال القرصي، معتز الزمزمي
يترك أرضية الميدان في الدقائق 12 الأخيرة المتبقية قبل نهاية أحداث ثالث المواجهة. الزمزمي إذن يترك أرضية الملعب، وأسامة الدراجي هو من يدخل إلى أرضية الميدان الآن. اللاعب صاحب 30 سنة والرجل الذي سبق وأن كان حاضراً مع الترجي في فترة من الفترات خلال السنوات الماضية، ولعب للبنزرتي أيضاً في الموسم الماضي، وقبل ذلك كان مع الرائد في منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم. رجل المولود في أبريل من عام 1987 يدخل الآن كبديل أخير بالنسبة للمدرب كمال القلصي. الحديث عن أسامة الدراجي آخر الأسماء وآخر الأوراق المتاحة بالنسبة للنادي الأفريقي من أجل العودة إلى نتيجة المباراة ومن أجل التسجيل هنا في هذا اللقاء. هل يفعلها صابر خليفة؟ اللاعب الآخر بنوبي الحامدي أيضا، أو بنوبي حداد عفوا، واللاعب الذي ينضم إليهم الآن أسامة الدراجي هم الأسماء الثلاثة الموجودة في المقدمة من أجل التسجيل في مباراة اليوم. هذه الكرة والمحاولة الماضية تدخل من صابر خليفة، يتوقف اللاعب من جديد. كثرة الإصابات في شوط المباراة الثاني بالنسبة لنجوم الفريقين بعد فترة كبيرة من الإرهاق والتعب خلال الفترة الماضية، ونعلم تماما بأن نهاية المسابقات الأوروبية بالإضافة إلى المشاركة مع المنتخب بالإضافة إلى انطلاق بطولة الدوري أجبرت اللاعبين على أن يدخلوا في الفورمة بشكل سريع جدا، وأن يعني يبذلوا مجهود كبير خلال الفترة الماضية. ونعلم تماما أيضا بأن الموسم الماضي في تونس كان طويل ومرهق بالنسبة للكثيرين، وبالتالي وضعية الفريقين في مباراة اليوم نشاهد من خلالها في اللحظات الماضية كثرة الإصابات سواء في تشكيلة الترجي أو في تشكيلة الأفريقي أيضا. بانتظار أن يستأنف اللعب محاولة لمصلحة الأفريقي أمامية الآن، لكن أيضا طالت تحولت إلى ركلة مرمى عند علي جمل. ندخل في أجواء الدقائق 9 الأخيرة. لازلنا بالهدف الوحيد المسجل من ركلة جزاء عن طريق فرجاني ساسي. الترجي أجرى التبديل الأخير. علي مكاني دخل إلى أرضية الميدان كآخر الأسماء التي يستعين فيها المدرب فوزي البنزرتي من خلال مواجهة اليوم. سلامات فوسيني كوليبالي في أرضية الملعب. الإفاري يسقط بعد الالتحام اللي كان حاضر ما بينه وما بين لاعب الأفريقي في اللقطة الماضية، وبالتالي يسقط في أرضية الميدان هو الآخر أيضا. نتمنى بأن يكون قادرا على تكملة بقية أحداث المواجهة. هذا فوسيني كوليبالي. كوليبالي فرانكو بطاقة صفراء على أسامة الدراجي.
التدخل من سامة الراجع على فرانكو. حكم المباراة قريب جدا من الحدث في اللقطة الماضية، وبالتالي أعلن عن وجود الخطأ، وبعد ذلك مباشرة أشهر البطاقة الصفراء على البديل أسامة الراجي. تعود المحاولة بلمسة يد. خطأ لمصلحة الترجي. دقائق سبع أخيرة قبل نهاية أحداث المواجهة، ولا زلنا بالهدف الوحيد المسجل إلى الآن من ركلة جزاء في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب فرجاني ساسي. الترجي في رحلة البحث عن الهدف الثاني الآن بكرة حرة ثابتة. خليل شمام على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة ملعوبة، الكرة في الكرة الماضية اصطدمت المحاولة في الحائط وعادت بعد ذلك لمصلحة الأفريقي هنا في الجهة اليمنى أمامية ملعوبة الآن طويلة عالية وصلت إلى خارج أرضية الميدان. يعني حقيقة لم يرتقي الديربي إلى الصورة التي كنا ننتظر من خلالها أن يظهر الديربي التونسي. لم نشاهد ذلك المستوى الفني الكبير، لم نشاهد ذلك الأداء الكبير. نعلم تماما بأن هنالك مجموعة من الغيابات على مستوى الفريقين، ونتحدث عن مجموعة من الأسماء المميزة بالنسبة للترجي، وفي الجانب المقابل أيضا بالنسبة للأفريقي. كرة في محاولة وتسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. مقابلات الديربي لها طابع خاص، اللي كانت في ملعب الشاذلي زويتن واللي انتقلت بعد ذلك إلى الملعب الأولمبي بالمنزة، ومن ثم بعد ذلك عندما أصبحت في الملعب هذا الأولمبي في رادس منذ عام 2001، والقصة هي القصة. ترجي أقدم نادي رياضي في كرة القدم في تونس، وأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب على مستوى كرة القدم والرياضات الأخرى أيضاً. ترجي كرة قدم، كرة يد، سلة، ملاكمة، مصارعة، جودو، سباحة، كرة طائرة. وفريق كرة القدم الآخر هو النادي الأفريقي. النادي الأفريقي حكايتها بدأت من 20 أو من عام 20، حبيناها تو سنين من باب جديد الصباغين، هي الجمعية اللي جابت البطولات. الترجي والأفريقي فريق وآخر، ديربي، ثقافة، قصة كبيرة جدا لهذا الديربي. أكثر من 150 مباراة خلال السنوات الماضية، 152 مواجهة في كل البطولات، 41 فوز للأفريقي، 50 تعادل، 62 انتصار للترجي، والأمور تستمر بتفوق الترجي. طارق الذياب أكثر من لعب هذا الديربي، وحسن بايو أكثر من سجل في هذا الديربي. هذه بعض الأرقام الخاصة عن هذه المباراة وعن هذا الديربي، لكن يستمر الآن للمباراة الثالثة على التوالي الترجي في تحقيق الانتصار، في تحقيق الانتصار وعدم الخسارة لثلاث مباريات متتالية، وهو رقم صغير جدا قياسا الى رقمه السابق، بحكم ان اكبر سلسله من الديربيات دون هزيمه تبقى لفائده الترجي الذي حقق ذلك في 20 مباراه متتاليه في بطوله الديربي ما بين بطوله الدوري والكاس من عام 99 حتى عام 2006، فاز في 14، تعادل في 6 مواجهات ما بين بطوله الدوري وما بين الكاس. الترجي لم يخسر 20 مواجهه ما بين الفريقين في بطولة الديربي، وهي أكبر سلسلة ما بين الترجي والأفريقي في منافسات بطولة الدوري أو في الديربي هذا على جميع المنافسات. كرة بعيدة بعد ذلك تصل الآن، نلعب في آخر دقيقتين مشاهدينا متابعي قنوات الكاس في كل مكان. الأمور لا زالت مستمرة هنا في هذا اللقاء بتقدم الترجي بهدف وحيد مسجل عن طريق ركلة جزاء.
سقوط آخر في أرضية الميدان، لاعب آخر يصاب أيضا. مرة هذه من الأفريقي، مواجهة القادمة للأفريقي. سيلعب مع صفاقسي، مباراة صعبة. ثم الترجي الجرجيسي، مباراة ممكنة. ثم بعد ذلك يلعب مع النجم الساحلي، مباراة صعبة أيضا. صعبة جدا بالنسبة للنادي الأفريقي المباريات القادمة. شبيبة القيروان والملعب التونسي وصفاقسي هي المباريات الثلاث المتبقية أو القادمة بالنسبة للنادي الترجي، وبالتالي ممكن أن يستمر في الصدارة، وهذا أمر طبيعي جدا. ممكن أن يعزز الفارق أيضا بحكم أنه سيواجه صاحب المركز الثاني اللي هو النادي صفاقسي، وبالتالي يبتعد بفارق أكبر من الفارق المسجل الآن. كرة فيها محاولة أمامية ملعوبة الآن، هذه الكرة اللي كان فيها مطالبة بخطأ لصابر خليفة. حكم المباراة أشار بالاستمرارية لا وجود للخطأ على إيهاب المباركي. صافرة بعد ذلك والخطأ الآن. شوف هنا المطالبة، هل كان يستحق صابر خليفة؟ هو لو كان فيها خطأ فالأكيد بأنه خارج منطقة الجزاء. الكرة الماضية تمت فيها العرقلة خارج منطقة الجزاء. لمسة الآن لمصات الترجي. اللحظات الأخيرة، الوقت الأصلي انتهى. نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع على شوط المباراة الثاني. الأمور لا زالت بتقدم بهدف مقابل لا شيء لمصات الترجي على أفريقي عاد. وصل في شوط المباراة الثاني، حاول كان الطرف الأفضل لكنه لم يسجل. يبقى الترجي هو من يتسيد هذا الديربي في المباريات الماضية ها في هذا اللقاء على وجه التحديد، بالرغم من كل اللي صار، لكن الأمور لا زالت مستمرة بالهدف المسجل. الصدارة للترجي ولا زال الأمر حاضرا بالنسبة لهذا الفريق الذي لا ينحني في هذا الموسم. 10 مباريات من دون أي خسارة، 9 انتصارات وتعادل، بانتظار المشاركة في العام القادم على المستوى الأفريقي في رحلة بحث جديدة عن لقب بالنسبة للترجي مفقود منذ تقريبا 6 سنوات. كرة سهلة عند عصام دخيلي أو عاطف دخيلي عفوا. يلعب الكرة أمامية وطويلة أيضا أبعدة تخلصت. يبدو بأن الأمور في طريقها إلى النهاية بهذه النتيجة المسجلة. لا أعلم هل كان هو يعني التنظيم الجيد بالنسبة لدفاع الترجي هو اللي يعني خلى الأمور تنتهي بهدف مقابل لا شيء، أم أنه هجوميا على أفريقي ليس بذلك الفريق المميز ولا يقدم ذلك الأداء الكبير ولا يقدم أيضا تلك المنظومة الهجومية التي ممكن بأن تساعد الفريق لتحقيق الانتصار أو الوصول على أقل تقدير إلى المرمى من أجل التعديل. كرة فيها محاولة في اللقطة الماضية، فرجاني ساسي تقدم بشكل رائع جدا، ثم بعد ذلك العرقلة تأتي وقرار حكم المباراة بوجود الخطأ على غازي العيادي. يبدو
خطأ لمصلحة الترجي. إبعاد للقطة الماضية، 4 دقائق الآن انتهت من الوقت بدل الضايع. نلعب في الدقيقة الخامسة والأمور لا زالت بالهدف الوحيد المسجل، هي ربما في طريقها إلى أن تنتهي بهذه النتيجة ويكون الأفريقي خاسرا للمرة الثالثة أو الرابعة في هذا الموسم، للمرة الرابعة بحكم أن الفريق خسر أمام الملعب التونسي وشبيبة القيروان والنادي البنزرتي. وبالمناسبة الأفريقي هو أقل الأندية لاعبا للمباريات في بطولة الدوري، اليوم يلعب مباراته التاسعة، يلعب مباراته التاسعة في بطولة الدوري، وبالتالي يمتلك بعد ذلك 3 مباريات مؤجلة بالإمكان من خلالها أن يسجل أهدافا وانتصارات ويرتقي على مستوى جدول الترتيب ويستعيد الكثير من الثقة. صافرة أخرى، خطأ آخر، الترجي يصل إلى النقطة رقم 28، يبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين النادي الصفاقسي، لكن أيضا الترجي لعب مباراة أكثر عن الصفاقسي. التبديل الأخير للترجي الآن في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضايع، هنا فوز البنزرتي من أجل أن يكسب بعض الثواني قبل صافرة النهاية. آخر الأسماء، آخر التبديلات بالنسبة للترجي، الدخول إيني رامو، إيني رامو اللاعب ميكايل إيني رامو النيجيري صاحب 32 سنة، اللاعب اللي كانت له صولات وجولات في الدوري التونسي لكرة القدم، لكن قبل ذلك في عام 2004 كان لاعبا للترجي وعاد من خلال هذا الموسم يدخل الى ارضيه الملعب دون ان يلمس الكره. حكم المباراه يعلن نهايه احداث هذه المواجهه بانتصار الترجي في هذا الديربي، ديربي العاصمه.